يلا يلا تعالي بس انت من عندي اسمع اسمع جاهزين كده هنا هو ماشي بس هترجع كده يا جماعه ممكن محدش يقرب من الكاميرا اذنكم بس وانتم بتزقوا الراجل ده واقف يعني ما تلمسوش ولا تزقوا ماشي زحل الطيب احنا هنا في الساحل الطيب الناس طيبه خدها 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 فيديو وبعتهولنا على الجروب استنى وهي بتسجل معانا وهي بتسجل معانا خدها فيديو خدها فيديو وهي بتسجل معانا او صوره لاول ظهور لي في بعض على اساس كده ان انا عايزه اجدد على شعري كان محروق على حاجات كتير قوي حاسه كده بجد بالصدفه انا رايحه اصلا اكل اكستنشن فجاه لقيت واحد هناك كده في الكوافير بيطول شعره بقاله كتير قوي 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 فعمال هنا يعني قص شعره بقول له ايه ده بصله كده شويه كده بصله لك انا عايزه احلق شعري قال لي ايه قلت له والله بجد قال لي طب انا ما نجيب مكنه بجد مش ما خدتش 3 ثواني بفكر يعني حاجه كان نفسي اعملها طول عمري جت احساس وحش قوي.